ميلر، هشام الوسيم، وأيضا يفوز بعد الشامبيون أولمبيك خليد سكاح. ويسلم الميدالية البطل الأولمبي السيد خليد سكاح. الميدالية الفضية، the silver medal، ميدالية الأرجون، أحمد الحسوني. ويسلم الميدالية السيد حكيم زيدوح عن مجموعة العمران، رباط سنة القميطرة. La médaille remise par M. Hakim Zidur du groupe Al-Homran Rabah Salah Saleh Kilika. The medal is presented by Mr. Hakim Zidur from Al-Homran Rabah Salah Kilika. Al-Midaliya Al-Dahabiya, Medaille d'or, the gold medal, Hassan كويس. ويسلم الميدالية السيد أحسن كبير الكاتب العام لعمالة سمارة سخيرات. لا ميدالية غوميز با مسيو أحسن كبير سكرتير جينيرال دو لا بريفكتور دو سمارة سخيرات. The medal is presented by Mr. أحسن كبير General Secretary of the Prefecture of سمارة سخيرات. ثانياً للفائزين وشكراً للسادة وصورة تذكارية مع الفائزين الثلاث أوائل لنصف الماراثون الدولي ذكور. ثانياً للجميع. ويسلم الميدالية السيد عزيز المحكمي. الميدالية الفضية، ميدالية الأرجون، the silver medal، representing بحرين، بيلي كيزيت غاشور. ويسلم الميدالية السيد نبيل الصديقي نائب رئيس الجماعة الترابية سيدي حيا الزاير. الميدالية الذهبية، the gold medal، ميدالية الأرجون، representing Kenya and the new record of the Tanzania International Half Marathon، Kipyatish Gonjibitoy. ويسلم الميدالية الدكتور العربي الحمري نائب رئيس الجماعة الترابية سيدي حيا الزاير. ثانياً للفائزات الثلاثة الأوائل، congratulations athletes. Félicitations aux athlètes aux trois premières du semi-marathon d'Arles.
Congratulations, the Turkish renewed personal performance and the best performance of the Samsun half marathon, 1 hour 7 minutes 38 seconds. وصورة التالية لفائزة الثلاث أوائل مع الدكتور الحماري ونبي صدقي وعزيز النخال. My doors.